حضرتك مالكش اي سلطه عليا عشان تعلمني الادب. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بقول لك ايه؟ كفايه، انت بتزعلها ليه كده؟ ما انت سامع كلامها يابا. يا جدي انا ما غلطتش، انا كل اللي بطلبه ان انت بس اللي تأمرني، ولا انا يعني عشان ابويا مات خلاص هبقى ملطشه؟ لا ما تقوليش كده يا سالو، ربنا يخليك يا دناي. كل اللي انا عايزاه يا تيتا انكم تحسوا بيا، انتوا اتحرمتوا من ابنكم، يبقى ازاي عايزين تحرموني من امي؟ يا سلوى يا بنتي احنا مش عاوزين نحرمك من امك، احنا خايفين عليك من الراجل الغريب. خلاص يا جدو انا هجيبهولك تاني يقعد معاك، ولو حسيت ان هو مش اهل الثقه دي يبقى ليك كلام تاني، ولو صدر منه اي حاجه انا هلجأ لكم. يعني انا ليا مين غيركم بس عشان الجأ له؟ انا هتصل بالبوليس. بوليس ايه بس يا ماجده؟ انا بفكر اروح الجامعه اشوف ايه الحكايه هناك. جامعه ايه دي؟ مخلصه محاضراتها من بدري. مش جاي صغيره الجدول واضطرت تحضر محاضرات بعديها؟ انت بتحاول تقنعني بايه بس يا يوسف؟ البنت متاخره والموبايل ما بيردش، محاضرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ هي محاوله وخلاص، ما تتصرفيش اي تصرف لما ارجع. اجي معاك؟ لا تيجي معايا فين، خليك انت جنب التليفون جاي تتصل. حسام الله جيت بدري. يا خلصت محاضراتي بدري الحمد لله على السلامة، هدخل احضر لك الغدا حالا. لا 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 ماليش نفس. الو ايه يا بابا؟ لا يا حبيبي الحمد لله انا كويس. سلوى؟ لا انا افتكرتها ما خرجتش من البيت النهارده. ايوه كان ما بيننا ميعاد فعلا، بس انا سالت عليها قالوا لي ما جاتش النهارده. ايه ازاي ده حصل يا بابا؟ بابا احنا لازم نتصرف بسرعه. طب بص يا بابا مش هينفع الكلام في التليفون، انا جاي لك حالا، مع السلامه. في ايه حسام مالها سلوى؟ مش عارف مش عارف يا نبيل. ايوه مساء الخير. مساء النور يا ماما، اتفضلي. الله يعني هنا، امال ما عدتش عليا ليه؟ معلش يا امي اصل انا مستعجل قوي ولازم انزل دلوقتي حالا. وجاي في ايه ونازل في ايه؟ ابدا يا ماما، اصله نسي حاجه ورجع ياخدها تاني كده يروح ماما. طيب انا اذنكم بقى، انا اذنكم. بقول لك يا حسام حبيبي. نعم. الفانيلا بتاعتك الداخليه ابقى تلبسها بالمشقلب. نعم. الفانيلا يعني خلي الظهر بره والوش جوه. اخلي الظهر بره والوش جوه؟ المهم تسمع كلام امك لغايه لما احللك كل مشاكلك. انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، المهم تعمل اللي بقول لك عليه وبس. حاضر حاضر يا حبيبتي، اخلي الظهر جوه والوش بره. سلام بقى. سلام. ها سلام يا نبيله. حسام ابقى طمني. ها اطمنك على ايه يا اختي؟ ابدا يا ماما، اصلي في ورق ضايع منه. ورق حكم. لقيتوهاش؟ احنا سألنا في كل حته وما لقيناهاش. الو سلوى انت فين؟ نيجي ناخدك منين؟ انت بتتكلمي منين دلوقتي؟ ايه طنطا؟ ايوه سافرت حليت الموضوع ورجعت كده من نفسك، كان مالكيش حد تاخدي رايي ولا تستاذنيه. يا ماما ما انا لو كنت قلت لكم ما كنتوش هتوافقوا. احنا مش اتفقنا ان انا هروح بكره؟ ايه اللي خلاكي تروح انت يا بابا؟ انا قدرت اثر واضغط عليهم، انما كان ممكن مروح حضرتك يستفزهم. انا مش مسامحاكي على اللي عملتيه فيا النهارده، انا اعصابي تعبت خالص. معلش يا طنط، هي كان هدفها نبيل ونجحت فيه وده الاهم. وحليت الحكايه دي ازاي؟ عمي كان قالب الدنيا، بس انا قدرت اقنع جدي بموقفي وحسيته ان هو صاحب القرار. وعمك ده يقلب الدنيا بصفته ايه يعني وجدك قاعد؟ طب يا ماما ده اللي عمله عمي ده كان مصلحه، لان زعيقه الجامد وانفعاله استفز جده، خلاه يقول له اسكت انت، انا هعمل اللي سلوى عايزاه واللي يريحها. يعني اخيرا قدروا يتفهموا راحتك فين وهيعملوا اللي انت عايزاه؟ يا بابا اتفقت معاهم اني اول ما اخلص جامعه هروح اعيش معاهم وحلني بقى. واحنا ايه اللي يضمن لنا حاجه زي دي؟ ما هو انا يا ماما وعدتهم
ان لو اي حاجه ضايقتني هلجأ لهم، وهم وعدوني مش هيضغطوا عليا، بس بشرط كل فتره كده اروح اقعد معاهم كام يوم. انا دلوقتي بقيت مراتك، يعني المفروض تسال عليا، مش سيبني كل ده ما اعرفش عنك حاجه. معلش يا منال، غصب عني هعمل ايه بقى؟ نصلي جيت من اسكندريه على الشغل على طول، انا حتى مرهق جدا. كويس قوي يعني اني عرفت اجي الجامعه النهارده. انت عايزه ايه بقى يا حبيبي؟ طب خلاص قولي، فتحت باباك في موضوعنا؟ الحقيقه بابا اصله مشغول جدا في الشغل اليومين دول، ما عندوش اي وقت فاضي عشان اكلمه يعني. حتى كل ما يشوفني يديلي اوردر بالشغل، بس لما عرف يعني ان انا عندي جامعه النهارده سابني بقى. طب وهتفتحه امتى؟ ها؟ على طول، اول ما الاقيه فاضي هفتحه على طول، ما تخافيش يعني. طب بسرعه والنبي يا باسم، احسن انا خايفه قوي. ايه منال، معقوله برضو عبيطه تخافي وانا جنبك؟ عيب يعني. بالعكس يا حبيبي، انا يمكن خايفه لاني حاسه انك بعيد عني. معقوله يا منال؟ ايه اللي بتقوليه ده بس؟ يا حبيبتي انا بعيد عنك في المكان، لكن قلبي وروحي وعقلي وكل الدنيا قريبه منك. على فكره انا خلاص فتحت ماما في موضوعنا، قلت لها ان انا استقريت عليكي بشكل نهائي، وقلت لها كمان اني عملت لك شويه اختبارات كده ونجحت فيها بدرجه امتياز. يا لهوي، قلت لها ان انا اتجوزنا؟ لا لا، هو انا عبيط عشان اقول لها كده؟ انا طبعا لازم احافظ على وضعك ومكانتك قدامها، مش عايزها تيجي تخطبك وهي عارفه انك مراتي يعني. لازم اخليها تحس انها رايحه تخطب لابنها عروسه، مش رايحه تخطب لمراته. يا حبيبي يا باسم، انت كده بتخاف عليا؟ طبعا يا منال، اذا ما كنتش اخاف على مراتي يا حبيبتي اللي شايله اسمي، اخاف على مين بس؟ يا اختي حسام اخويا هنا. ازيك يا منال؟ الله يسلمك. ايه يا بنت انت فين؟ دايما بدور عليكي ما بلاقيكيش. باسم زميلي في القسم. باسم اهلا. و سلوى صاحبتي في اداب عربي، وحسام اخويا في تجاره انجلش. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله يشرف مقدارك. تعيش، الله يكرمك. طيب احنا مضطرين نسيبكم بقى عشان ورانا سكشن. اوكي يا منال، بيخليني اشوفك. ها ان شاء الله، باي باي. سلام. هي منال مالك مرتبك قوي ليه كده؟ مش عارفه، مش عارفه، مع انه شافني كتير قبل كده مع زمايلي. امال ايه يعني؟ في ايه المشكله؟ انا عارفه بقى، وبعدين غلطت وقدمتك على انك زميلي. ها؟ ايه يعني؟ فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ما انت لما هتيجي تخطبني هيعرف انك مش معايا وان انت في ألسو. لما باجي اخطبك بقى يبقى يحلها ربنا. انت فاكره تلميذ ولا ايه؟ شكلك كان باين ان في حاجه مش طبيعيه. مش طبيعيه ازاي يعني؟ كنت ملخومه كده ومرتبكه زي ما تكوني عامله عامله وخايفه منها. على رأي ده فاطمه، يا فرخه يا كيكيه اللي فيكي هاتيه فيا. بقول لك ايه يا بت انت؟ كلمي دغري زي ما بكلمك. ما انا بتكلم دغري اهو. اقول ايه يعني؟ هو انت اول مره شفتي مع زميل ليا في الجامعه؟ ولا هو عيب اني ابقى ماشيه مع زميل ليا جوه سور الجامعه؟ الكلام الدغري بقى يا استاذ. واللي عيب انك تبقى راجل متجوز ولسه على علاقه بواحده كنت تعرفها قبل الجواز. مش اي واحده يعني، لو الست الوالده عرفت هتبقى مصيبه. انت بتهدديني يا بنت انت؟ بس ما تقولش بنت. وبعدين انا مش بهددك، انا بوريك بس مين فينا اللي كان موقفه وحش. ها معلش، ما تضايقش نفسك، ما انت عارف اختك منال بتندفع بس في الكلام كده، لكن هي قلبها طيب. المشكلة يا نبيلة إنها ممكن تعمل أزمة كبيرة أوي ما بيني وما بين ماما لو قالت لها إن أنا كنت مع سلوى. ما تخافش، مش هتقول حاجة لمامتك. الله، أنتِ إيه اللي مخليكي واثقة أوي كده؟ ما دام هددتك بموضوع سلوى دلوقتي وهي عارفة من زمان، ده معناه إن هي كمان عندها حاجة مش عايزة حد يعرفها. وعشان كده هددتك، والتهديد ده معناه إنك لو رحت قلت لمامتها حاجة هي كمان هتروح تقولها، ولو حاولت تضايقها أو تستفسر عن حاجة أو تسألها كتير هتضايقك. فهمت بقى؟
تصدقي صح، عندك حق، بس برضو ايه اللي ممكن تكون مخبياه ومش عاوزاني اعرفه، وعشان كده هددتني بكده. بتحب ومش عايزه حد يعرف الموضوع ده، هيكون ايه يعني غير كده؟ لا حول الله يا ربي، وامتى حصل الكلام ده؟ اهو بقاله اسبوع ياما. وازاي ما تقوليليش؟ يعني كنت هتعملي ايه بس ياما؟ الله يعينك انت على وقتك. بقى ده اسمه كلام ده؟ بقى انت تبقي في الظروف دي وجوزك في الحاله دي وانا ما اعرفش ليه يا بنتي؟ هو انا جايه من الشارع؟ ده انا امك برضه. ما انا عارفه ياما، بس ما حبيتش اقول لك عشان ما ضايقكيش. مش معقوله اتصل بيكي واقول لك ان توفيق جاله المرض الوحش، اصدمك الصدمه دي برضه. حول الله يا ربي، ده لسه في عز شبابه وكتبوا له على العلاج؟ لا لسه، ما نتيجه التحاليل لسه ما ظهرتش. يوهو، يعني لسه ما عملتوش تحاليل؟ لا ياما، عملنا التحاليل بس لسه ما استلمناش النتيجه. طب وهو عرف منين بقى ان عنده المرض ده؟ الدكتور عرفه على طول. قادر ربنا يزيح عنه عشان خاطر عياله الغلابه دول. تصدقي ياما ان انا ما حسيتش ان له غلاوه عندي الا لما لقيته هيروح مني. طبعا يا حبيبتي، مش ابو عيالك، بس ما تخافيش، اهدي كده يا حبيبتي. انا بسمع دلوقتي ان فيه ناس يالا بيخفوا منه دلوقتي. صحيح. أوي النبي، ده ربنا يا بنتي خلق الطب والدواء، وبعدين ربنا احسن من الكل. ده على عيني ياما، من ساعه الحكايه دي وهو حابس نفسه في الاوضه، يا ينام يا يقعد لوحده في الضلمه. طبعا انت مستهونه يا بنتي. مساء الخير يا حماتي. مساء النور يا حبيبي، ازيك يا دناي؟ عامل ايه؟ نحمده على كل حال. دريتي باللي جرالي؟ ربنا يا ابني يشيل عنك ويخليك لعيالك. يخليني فين بقى؟ خلاص. ليه يا ابني بس كده؟ ده ربنا الشافي المعافي، وان شاء الله ربنا عايش فيك. العيا ده ما حدش بيخف منه. وبعدين بقى امسكوا روحكم شويه عشان خاطر العيال الغلابه دول. ارمي حمولك على الله، واللي يرمي حموله على الله عمره ما ينضم ابدا. مش عارف اعمل ايه. العمل عمل ربنا يا حبيبي، والمكتوب لك هو اللي هيكون. ما حضرتك عارف يا بابا، ماما ما بتديش فرصه لحد ابدا ان يكون الحكم على منال. ياما حاولت، وياما رياض الله يرحمه حاول، لكن دايما كانت بتقف في وشنا وتقول لنا مالكوش دعوه بيها خالص. انا مش قادر افهم يعني ايه بنت في سنها تسافر وتغيب يومين ثلاثه عن البيت من غير ما نعرف هي مسافره مع مين وفين. ما تتدخل يا يوسف، انت ابوها. للاسف سرايا نجحت في انها تبعد البنت عني تماما. اقنعتها ان انا رميتهم وما سالتش فيهم، جبتها وشرحت لها كل اللي حصل. راحت برضو سالت امها، كدبتني طبعا. من ساعتها وانا لما بتصل بيها بالتليفون بحس انها متضايقه مني. هو حضرتك كنت بتتصل بيها في التليفون؟ ايوه، انا بسمعه كتير قوي كلمها على الموبايل. طلبتها كذا مره عشان اشوفها واطمن عليها، كانت دايما بتتهرب. بصراحه ماما مدلعاها قوي، ما بقيناش عارفين نعمل ايه يا بابا. انا في الاخر لما طهقت بقى قلت لسرايا ان ذنب البنت دي في رقبتك انت. انا طلبت منك كذا مره يا يوسف انها تيجي تعيش معانا هنا عشان تبقى تحت رعايتك. تعيش معانا هنا؟ تعيش معانا هنا فين؟ وبعدين هتعيش غصب عنها يعني؟ وبعدين هو انا اقدر على طلباتها الماديه اللي عودتها عليها سرية؟ خلاص سبق السيف العزل زي ما بيقولوا. اتفضلوا الشاي. شكرا. تسلم ايديكي حسام. نعم. كنت عايزه بس اقعد انا وانت نشرب الشاي في البلكونه. مش عاجبك وعدتنا ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا كنت عايزه دردش معاه شويه. تحت امرك. اسمع يا حسام، انت عارف انك في غلاوه سلوى بنتي ولا لا؟ طبعا انا واثق من كده.
مهما عملت مش هقدر ارد جمال يوسف عليا وحنيته على سلوى وحبه ليها، وعشان كده انا عايزاك تتعامل معايا بالمنطق ده، انك في غلاوه ابني وغلاوتك انت كوم وغلاوتك انك ابن يوسف ده كوم تاني. حضرتك والله ما تتصوريش مكانتك عندي قد ايه وانا بحبك قد ايه. عشان كده بقى انا طالبه منك نتكلم بصراحه. تحت امرك. اللي بينك وبين سلوى بالظبط؟ انا بصراحه، ولو مش هتتكلم بصراحه بلاش ترد احسن. لا بصراحه والله انا فعلا كنت عايز اقعد القعده دي مع حضرتك من زمان ونتكلم بوضوح. انا وسلوى بنحب بعض، وده وضع طبيعي الواحد متجوز؟ ما هو حضرتك ما خليتنيش اكمل كلامي. انا مش متجوز جوازه طبيعيه، دي مجرد ورقه رسميه لوضع حل الازمه انا اتحطيت فيها. وضع حل الازمه اتحطيت فيها انسانه مسكينه مظلومه مغلوبه على امرها. ما تقلقيش، حسام ذكي وهيعرف يتكلم معاها كويس. انا مش قلقانه يا بابا من كلام حسام، انا قلقانه من رد فعل ماما. لا ما تخافيش، وضوح والصراحه مهمين جدا في المسائل دي. انا اكدت على حسام يقول لها حقيقه الوضع اللي هو فيه، وبقيه المشوار بقى هنكمله احنا. هاي يا منال، ازيك؟ هاي، ازيك يا رانيا؟ ايه يا بنتي مالك؟ ايه مالي؟ شكلك متغير قوي. لا ابدا، مصدعه بس شويه. عادل، عادل. ايه يا منال، ازيك؟ ازيك يا رانيا؟ هاي. عادل، عايزاك من فضلك ثواني بس. اوكي، بعد اذنك يا رانيا. سوري يا رانيا. خير يا منال، في ايه؟ عادل، انت بتشوف باسم؟ باسم صاحبي؟ لا يعني. طب اخباره ايه؟ كويس. انا ما بشوفوش بس هو كويس. طب والنبي عادل، لو شفته قوله يتصل بيا ضروري، اصل في ملازم في الانجليش مهمه قوي كنت عايزاها وهو المفروض يجيبها لي. ملازم؟ حاضر. مهمه جدا بالنسبه لي، لازم اراجعها. حاضر، لو شفته هقوله. ارجوك ما تنساش يا عادل. ها، باي باي. احنا كان في بينا اتفاق ان انت تتصل بيا. لا. اتصلت ليه بقى؟ ست العرايس الحلوين، مالها؟ شكلك كده زي ما اكون متضايق قوي. ابدا يا دادا، مفيش. مفيش ازاي بقى؟ ده وانت جايه كده شكلك زي ما اكون متخانقه مع حد خناقه الرب السما. متخانقه مع نفسي. ليه يا حبيبتي بس كفى الله الشر؟ في ايه يا نور عيني؟ مالك؟ ابدا يا دادا مفيش. انا بس المذاكره مكربسه فوق دماغي شويه وعايزه اجيب تقدير كده يعني. ربنا يا بنتي ينولك كل اللي ببالك يا منال يا بنت الست سرية. مش ده بقى اللي مضايقك؟ امال هيكون ايه يعني يا دادا؟ شوفي انت بقى، انت فاكره يعني ان انت هتبلفيني؟ يا حبيبتي ده انت نازله على ايديا وانت لسه حته لحمه حمراء قد كده هو، وكبرتي يوم ورا يوم وسنه ورا سنه انت، وسرياد الله يرحمه، وسحسام ربنا يديله طول العمر. يعني الام هي اللي بتربي، ولو دعبست كده هتلاقيني انا امك الحقانيه. صدقيني وانا والله يا دادا حاسه بكده. ربنا يا بنتي يريح قلبك ويزيح عنك كل حاجه وحشه حتى لو ما كنتيش حكيتيها لي.
طبعا متضايقه. ليه بس يا حبيبتي؟ يعني مش عارف ليه ما اتصلتش تطمني ايه اللي حصل بينك وبين ماما. لو انك عارف انا هبقى عايزه اعرف قد ايه. خلصت كلامك معاها ونزلت ولا على بالك. معلش اصل انا بصراحه كده كنت مكسوف قوي اجيلكم او اتصل بيكم لحسن مامتك هي اللي ترد عليا. اصلها اخر مره كده يعني. ايه في ايه؟ ابدا، قالت لي ان الوضع كده مش مظبوط وشكل العلاقه مش حلو وحاجات زي كده. هو انت مش فهمتها طبيعه علاقتك بنبيله عامله ايه ولا ايه؟ ايوه طبعا، بس هي وجهه نظرها ان دي حاجات خاصه محدش يعرفها، لكن الظاهر لكل الناس ان انا انسان متجوز وبالتالي علاقتي بيكي مش مفهومه. طب يعني قالت لك ان احسن ناجل ارتباطنا شويه لغايه لما حكايتك انت ونبيله تخلص، ولا قالت لك ايه يا حسام؟ هي في الاول فعلا قالت كده، وبعدين رجعت وقالت لي ان انا حتى لو طلقت نبيله هتفضل مشكله ماما. ايه؟ مامتك؟ ايوه، وجهه نظر طنط ان ماما هترفض ارتباطنا باي شكل لان من جواها متصوركم عداء. دي وجهه نظر منطق. في الحقيقه هي وجهه نظر منطقيه. نعم، وجهه نظر ايه يا حسام؟ هو ده شعور مامتك الحقيقي، وانت لازم تبقى عارف كده عشان ما تتفاجئش بالنتائج. بصي بقى، انا قلتها لطنط قبل كده وهقولها لك تاني، استحملوني الثلاث اشهر اللي فاضلين دولت عشان اخلص السنه، بعد كده مفيش قوه على وجه الارض هتقدر تبعدني عنك، وهواجه الدنيا كلها بحبي ليك. ومن الاخر كده، انت لا يمكن هتكوني لاي مخلوق غيري انا، فاهمه؟ وعشانك هعمل المستحيل، ولا يمكن هتنازل عن حلمي معاكي وبيكي. شفت بنفسك؟ مش قلتلك راجل سر وباتع وبيقولوا من كل حته. ايوه بس احنا كده هنمشي الصبح يا منى فادي. لا صبح ايه، ده احنا حاجزين عنده ولنا الاولويه ندخل الاول، ده غير انه عارفني كمان. تعالي انت بس سمي بالله كده وادخلي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. العافيه يا نعماه. يعافيكي يا منى فادي. احنا حاجزين يا حبيبتي، هتدخلينا امتى؟ دلوقتي اهو. مركش فركش كركش فرتش كركش كركش هاي مدد فركش فركش فرتش كرشوش فرتوش 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 هاي مدد مركوش فرتوش يا ستار يا ستار. ما تخافيش يا اختي، تعالي تعالي ما تخافيش ما تخافيش، تعالي جنبي تعالي. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا منفادي؟ تسلم يا سيدنا. دي بقى الست سوريا، ست طيبة وأصدق في طلب. جبت القطر؟ اه جبته. افتحيه. خد افتحيه. اه يا سيدنا الشيخ. حطيهم عندي. حاضر. مش هحكي لك ايه الموضوع. اسم امك ايه؟ انت بيقول لي اسم امك ايه؟ ما تقولي له اسم امك ايه؟ اسم امك ايه؟ اسمها عزيزة. عزيزة 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 مرتوس مرتوس. تيجوا بكره. مش بس لما اقول لك ايه الموضوع. اسمعي اسمعي يا صرايا يا بنت عزيزة، انا بقول تيجي بكره تيجي بكره هتشوفي بعينيكي العمل اللي عامله مرات ابنك ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفت ازاي يا سيدنا الشيخ؟ شش عيب، ده يعرف كل حاجه. عيب بدد 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 عيب. مرتوس مرتوس مرتوس. طب مش ممكن نخلص الموضوع دلوقتي عشان انا مش هقدر اجي تاني. لا مش ممكن، هتدفعي الطاق ثلاثه. بقول لك ايه، ما تيجي بكره احسن. لا مش مهم، ادفع اي حاجه بس اشوف بعيني. اسمع الكلام يا صرايا، لو جيتي بكره هتدفعي 500 جنيه، لو عايزه النهارده
هدفع 1500 جنيه عشان الحق اسخر الجهاز يجيب العمل اوام. وماله يا اخويا الفلوس معايا اهي. مرطوش تمام. حاضر شيخ. يا مات يا بنت جمالات، حضري البخور والمية والطشت اوام. حاضر سيدنا الشيخ. هاي بدت 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 ترتوش برتوش. هاي 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 الطشت وصل والمية. هاي تعالوا ورايا ورايا أسيادك. اسم صاحب القطر نبيلة وحسام. اسم الأم نبيلة بنت رمزية وحسام ابن سرية. يبقى احنا كده خلاص 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 يا سرية يا بنت عزيزة. مدد مدد مدد. هاي 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 مدد. أنا خايفة يا منى فين. هاي الحمد لله اللي عملتلي أهو. كان فوق نخلة عالية عالية قوي. احمد ربك عرفنا نجيبه. خديه. شفت كان سحرله ازاي. خدي انت يا منى فادي. خلاص شغلتكم خلصت. مع السلامة يا هوانم. مع السلامة. خلينا نشوف خيركم. نشوف خيركم الناس الغلابة المحتاجين. مع السلامة يا منى فادي. انا اسمي شرفت. يلا يلا يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. تعالي اقعدي اقعدي هنا يا اختي. اقعد بسم الله. مش عارفه تلم على رجلي. خرابي خرابي. شفتي يا اختي العمل نزل قدام عينينا ازاي. امال ايه. ربنا يكفينا شر السحر والسحارين يا رب يا رب. يا بنتي الابل سانه بيله. اظن ما انت هتروحي من هنا تاكليها باسنانك. اخ نفسي نفسي بس مش هقدر. ما تقدرش ليه يا اختي. اول هام ولادي ابني في حضنها. بعدين لو قلت لها ان انت عملتي سحر يبقى لازم اضربها واطردها من البيت. عندك حق والله. طب وتاني هام. تاني هام ان لو عمل السحر تاني لابني يبقى نيجي نفك انا وانت. يا سلام عليك وعلى دماغك يا ست الستات. انت يا كيداهم يا اختي. بسم الله الله اكبر. قول اللهم صل على النبي في سر. على الصلاه والسلام. قومي قومي اديني ريحت ظهري عشان اتاخرت على الشغل قوي. يلا يا حبيبتي. يلا يا اختي. مين مين هو اللي مين؟ حسام. حسام اصحى. ماما بتخبط على الباب. حسام اصحى ادخل جوه. في ايه في ايه ايه ادخل جوه. عايز تفتح ولا ايه؟ بس افتح. ايه يا اختي ده داخلة على الملكة فريدة وانا مش واخدة بالي. مش قادرة تتهزي من على كرسي العرش عشان تفتحي لي كل ده لطعني على الباب. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا روح ماما. صباح الفل يا روحي. امال ابني ضنايا فين؟ نايم. تحب اصحيهولك؟ طبعا صحيه يا اختي وحشني عايزه اشوفه. حاضر. صباح الخير يا ام. صباح النور يا روح قلبي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس جدا. طول ما انت راضي عني يا ام انا كويس. وانت ينفعك غير رضايا. انا اللي في ظهرك. انا اللي احميك من كل وحش. انا اللي احميك من كده النسا. ربنا ما يحرمناش منك يا ماما. ممكن يا بلبلة لو سمحتي تقومي تحضري لنا لقمه كده عشان نفطر. حاضر من عيني. بلبلة بلبلة ده ايه يا اخويا. انت تؤمرها تشخط وتنطر زي ما انت عاوز من غير لو سمحت وما سمحتيش. بفلوسك يا حبيبي. ده بيتك وانت حر فيه. هو بيتها وحقها برضو يا امي. وبعدين النبيلة ما بتدينيش الفرصة ان انا ازعق او امر. تؤمر ليه؟ ماسك عليك زلة ولا ماسك عليك زلة؟ ما بتدينيش الفرصة لانها ذوق. عارفة واجباتها كويس قوي وبتعملها على اكمل وجه. يبقى ازعق وانطر ليه؟ فشخرة.
طب يا حبيبي ما تتحملش قوي كده، انا هطلع منها عشان ما ابقاش عزول. عن اذنك. لا ازاي يا ماما، مش هنفطر سوا؟ لا يا حبيبي افطر انت براحتك يا روح. ده انا هحضر الفطار بسرعه يا ماما. لا يا اختي مش عاوز افطار. سلام. على فكره هشوفك بعد يومين، يكش يكون حالك اتعادل وبطل كده النسا. استني يا امي، ايه اللي كده النسا وايه اللي بطل ده؟ يا حبيبي ده كلام ستات، ما تحطش انت ببالك. يلا سلام. كلام ستات ايه وايه اللي بطل ده؟ انت فاهم حاجه؟ خالص. العافية يا نعمان. يعافيك. اقعد دلوقتي يا منى فادي. ايه سيدنا الشيخ ما سابليش حاجه معاكي؟ لسه. هو انت لحقتي؟ مش كنت جيتي على اخر النهار؟ لا والنبي انا عايزاهم ضروري، دول رايحين لاصحاب نصيبهم، ده انا اولادي مش لاقيين حق العيش الحاف. طب وانا اعمل لك ايه؟ ما هو لو كان سابلك حاجه معايا كنت اديتها لك. ادخلي استعجلهولي علشان خاطري، ينوبك ثواب. قولي له منى فادي جايبه لك زبونه تقيله ومش اي كلام. اهم كلهم زباين. لا يا حبيبتي دي زبونه مليانه وجيبها عمران، ومادام عرفت السكه لهنا هتاكلوا من وراها الشهد. مش لما تبقى تيجي تاني انت هتنقي. لا ما مش هتيجي تاني يا ولي الا اذا انا جبتها. امال مين اللي هيقول للشيخ بقى على المستخبي ده؟ رايك يا ولي انت هتسيحيننا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي سيدنا الشيخ حبيبي واني محسوبته من زمان. ادخلي قولي له ان ام نفادي بره وعايزه الامانه بس تكون محترمه. دول 1500 جنيه يا حبيبتي. 1500 جنيه؟ انت متاكده؟ على يدي. طب اقعد يا ام نفادي وانا داخلاله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمًا إن شاء الله. جمعًا إن شاء الله. بس ربنا يديني الصحة وطولة العمر لحد ما أقف في الحرم. إن شاء الله. بكرة هتقوم وهتبقى زي الحصان. بس كلك لقمة هتسند قلبك. وهتفيد بإيه بس سندة القلب؟ وفري اللقمة للعيال، ربنا يقويك عليهم. طيب بقول لك إيه يا أخويا؟ أمي قاعدة برا عايزة تطمن عليك، أدخلها؟ تأنس وتنور. تعالي يا أما. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أما. اتفضل. إزيك يا ابني؟ عامل إيه؟ نحمده على كل حال. أنا جيت الحقيقة أطمن على التحاليل، وميمة قالت لي إن الدكتور قال لي عيد التحاليل تاني. آه عايز أتأكد. من إيه؟ مش عارف، هو قال لي روح عيده وابقى ارجع لي. طب تبشر خير، ان شاء الله هيطلع مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بس؟ ده كده اكبر دليل ان في حاجه ونص كمان. ليه بس كده يا توفيق؟ خليك متفائل. الله، انت ما اكلتش ليه؟ مش عاوز ياكل ياما، بيقول لي وفر اللقمه للعيال. يهو، وده اسمه كلام برضو؟ كل يا ابني علشان تقدر تصلب طولك وعيالك كده يشوفوك قدامهم ماسك روحك. واجيب النفس منين بس يا ناس؟ طب بقول لك ايه، خد السندوتش ده من ايدي. اغصب على روحك يا دنايا، ده ربنا خلق الدواء والطب، وان شاء الله ربنا هيزيح عنك الغمه دي. سامحيني يا اميمه، سامحيني يا حماتي، انا غلطت معاكوا كتير قوي، نفسي تسامحوني عشان اقابل ربنا وانا نضيف. حسام انا عايزك تفهمني، سلوى امها هي وليت امرها، انا في النهايه راي استشاري، خصوصا في وضعك انت بالذات، لانك ابني وراك حكايات ومشاكل وجواز وطلاق وام مسيطره. شوف يا بابا، كل المواضيع اللي حضرتك بتقول عليها دي انا ان شاء الله هحلها، اما بالنسبه لوضع نبيله فتاكد ان هو محلول. كويس. امك بقى هتتصرف معاها ازاي؟ لا انا امي هعرف اتصرف معاها كويس. اتصرفت في موضوع جوازك من نبيله؟ لا معلش يا بابا، بس ساعتها كان الوضع مختلف، كان صباعي تحت درسها، انما دلوقتي لا، في فرق.
لا يا حسام، دي مهما كان امك برضو ما تصحش تخرج عن طوعها بالطريقه دي. يا بابا انا لا هعصاها ولا هخرج عن طوعها، انا هعمل اللي يناسبني. اصل ده مشروع جواز مستقبل، يعني ما ينفعش حد يحددهولي او يختارهولي، وخصوصا اذا كان الحد ده نظرته ماديه بحته وحساباته كمان مختلفه عن حساباتي. اما بالنسبه لوضعها كأم فانا هفضل طول عمري تحت رجليها وبتمنى رضاها. هي اكيد هترفض في الاول وهتعمل مشاكل، بس حبه حبه هتلين وهتستسلم للامر الواقع، وخصوصا بقى ان مفيش نقطه ضعف تمسكني منها وتضغط بيها عليا. وانت شايف وضعك هيبقى ازاي يعني بعد ما تخلص الجامعه ان شاء الله؟ شوف يا بابا، انا امي بعد ما سمعت كلامها واتجوزت نبيله حبت تكافئني علشان سمعت كلامها، يعني حطيت لي مبلغ كبير قوي في البنك باسمي، حتى لسه قايله لي امبارح، حتى ما قالتليش كام، بس كل اللي قالته لي ان المبلغ ده هيكفيني عشان اقدر اسافر بره واكمل تعليمي وعايش مستريح كمان. والله كتر خيرها، يعني احيانا بتتصرف كويس اهي. ايوه بس لو عرفت نيتي هتطربقها فوق دماغي. الحاله دي بقى يبقى لازم تقول لها. اقول لها؟ اقول لها ايه يا بابا؟ قول لها متشكرين يا اخي. شيء يا استاذ باسم. تعيش تعيش يا حبيبتي. اسمعي بقى، دول 80 جنيه تاخديهم معاكي وانت رايحه المستشفى، لو احتجتي فلوس تصرفي منهم. ربنا يخليك لينا يا باسم. تعيش يا حبيبتي. قولي لي بقى، انتوا هتروحوا بكره الصبح مش كده؟ اه ان شاء الله على الساعه 8. طب كويس، انا اتفقت مع عم عربي السواق هيجي لكم الصبح وياخدكم بالتاكسي بتاعه. وانت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا طبعا هاجي معاكم، امال يعني مين اللي هيشيل الحاج؟ ربنا يديك الصحه يا باسم. على فكره انا عملت لك صينيه بطاطس وحله رز وحطيتهم لك في الثلاجه، وقت ما تجوع كل، واحنا باذن الله مش هنتاخر، كلها يومين. ها؟ يومين؟ انت متاكده؟ اه، هما الدكاتره قالوا هما يومين كل شهر نعمل فيهم التحليل والحاجه ونرجع على طول. هيسافر فعلا بالفلوس دي ويكمل دراسته بره. طب والله كويس. طبعا هيطلق نبيله براحته، اللي هو شايفه كويس ليه يعمله. اصلها ما تفرقش معاها حكايه الجواز من الطلاق، ما انت عارفه. يوسف انت عايز توصل لايه؟ انا عارف انك ذكيه ولمعه. سلوى قدامها سنتين على الكليه، وانا ما بفكرش ابدا انها تتخطب او ترتبط الا بعد ما تخلص. حسام ما حطش نفسه في الظروف اللي هو فيها دي، اتفرضت عليه وانت عارفه ده كويس. يوسف من فضلك بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل انا مش قدها، ولا احط بنتي في وضع هي مش قده. عموما لسه بدري على اللي بنتكلم فيه ده، وتاكدي ان انا حريص على راحه سلوى اكتر منك. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، اهدى كله اهدى كله. اهلا يا منى فادي، صباح الفل. صباح الفل يا ست الستات. ايه يا اختي اللي حدفك عليا على الصبح كده؟ يا اختي بطمن على البشاير يا حبيبتي. يا اختي بشاير ايه؟ الله، نتيجة اللي عمله لنا الشيخ لطيف. بس وطى صوتك لو ليه، انت ناسي ان احنا في الورشة هنا. طيب اديني ساكتة. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، انا مش شايفة أي تغيير يعني. يبقى لسه، ما هي لازم العمايل تاخد وقتها شوية لحد ما تبان نتيجتها. اديني قاعدة اما اشوف. تعرفي يا منى فادي، لو ما بانش النتيجة هروح فيك انت والشيخ لطيف في داهية. يا لهوي، طب اني ماشي، لكن ما تقوليش كده على الشيخ لطيف، ده ممكن يسمعك ويأذيكي. لا يا اختي، وعلى ايه؟ اديني ساكتة، بس برضه لازم اشوف النتيجة. الله، ايش حال ما كنتش شفت العمل وهو بيقع قدام عينيكي في المي؟ انا ما قلتش حاجة، من جيت شفت بعيني، بس برضه لازم اشوف نتيجه. يبقى خلاص عليكي وعلى التثبيت. ايه التثبيت ده؟ مش اللي يشيل حاجه ولا اللي يعمل حاجه لازم يثبت عليها؟ اهو انت حوشتي العمل اللي كان معمول لابنك، لازم بقى تثبتي عليه. واثبت عليه ازاي؟ تروحي للشيخ لطيف تخليه يعمل لك حاجه محدش يقدر يفكها، تحمي ابنك وتصونه. طب يا ريت، ازاي ده؟ في حاجات بيعملها تحمي البني ادم وتصونه، للسانه
اللي لسنتين ولا للعمر كله؟ ايوه انا عاوزه بتاع العمر كله ده، ما انا مش فاضيه افضل رايحه جايه بقى. وعلى ايه ده؟ انا اسمع التبته دي غاليه قوي، خليكي في الشهر ولا الشهرين. لا يا اختي، وعلى ايه شهر وشهرين؟ انا عايزه بتاعه العمر كله، اعمل مره واحده واخلص. خلاص يا حبيبتي اعملي اللي يريحك. انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه خالص، لا بتيجي ولا بتسال عليا ولا عايزني اتصل بيه. هو في ايه بالظبط يا بس؟ ايه ناوي ترجع في وعدك ليا ولا ايه؟ ما ده الايه بس الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانا يعني لو هرجع في وعد ليكي هجيلك الجامعه وانا في الظروف من هنا ب60 نينه اللي انا فيها دي؟ يعني ظروف؟ ظروف ايه يا حبيبي احكي لي. بابا يا منال. مال؟ ما كنتش عايز احكي لك عشان ما تتضايقيش، انت داخله على امتحانات. ما تتكلم يا باسم، وقعت قلبي في ايه؟ لما فتحته في موضوعنا يعني زعق لي واتخانق معايا خناقه جامده جدا. ليه؟ يعني قال لي مش هينفع اني ارتبط بواحده مستواها اقل من مستواي، وقال لي لازم اتجوز بنت عمي. بنت عمك؟